في بقى كده كام خبر او خبرين تحديدا كنا بنتكلم فيهم انا وكريم قبل الهوا، ودي بتبقى اكتر حاجات عامله مشاهده على السوشيال ميديا تحديدا والناس عامله شير او متكلمه عنها. طبعا هنتكلم عن يعني من ساعات قليله جدا كان حفل تقديم ميسي كلاعب جديد في نادي انتر ميامي الامريكي، واللي ناس كتيره بالمناسبه عشان فارق التوقيت في مصر كانت سهرانه علشان تتابعوا، يعني ده حتى كانوا ناس كاتبه كده تويتس كتيره بيتكلموا ان هم هيسهروا علشان يتابعوا الحدث. وانت بتتكلم عن 150 وسيله اعلاميه كانت موجوده يعني بس في حفل التقديم، فده فعلا زي ما بيتقال عليه حدث عالمي العالم كله بيشهده، يعني فعلا مره بتحصل او بتحصل لاول مره اصلا في تاريخ الدوري الامريكي. فكره مش احنا قلنا الكلام ده، قلنا ميسي هل هيضيف للدوري الامريكي ولا لا، هو فكره بس احنا لسه البدايه. الحفل اللي بتاعه شوفوا ازاي عمل يعني مشاهده من العالم كله واهتمام من العالم كله غير مسبوق. عمرك سمعت عن الدوري الامريكي؟ انا قلت الانجليزي اللي فاتت لخبط، انا قلت الامريكي. عمرك سمعت عن هو الدوري؟ هو فرق ضخم بين الدوريين بيني وبينك طبعا، حتى المسافه بعيده. يعني اول مره تلاقي في اهتمام من العالم كله عن الدوري الامريكي، فدي اول حاجه اتحققت. يعني فكره ان انت هل ده هيلفت نظر العالم ليه؟ حصل. يعني الحفل طبعا كان موجود او اقيم في ميامي بس اتاجل حسب المعلومات اللي وصلت لنا تقريبا ساعه ساعه ونص حاجه زي كده عشان كان في سوء للاحوال الجويه. لكن زي ما احنا عارفين هو ميسي تعاقد مع انتر ميامي في صفقه الناس برضو كانت في الاول مش فاهمه هل هي هتكون صفقه ناجحه ولا لا، بس هي صفقه هيبان، بس البشاير بتاعتها كده بتقول ان هي صفقه اعتقد هتكون ناجحه بشكل كبير جدا كمان للجانب الامريكي. فصفقه يعني اعتقد مش بس نجاح للجانب الامريكي، هي نجاح لديفيد باكهام لو هنتكلم بقى طبعا الاسطوره الكبير الانجليزي ونادي مانشستر يونايتد، لان انت بتتكلم هو قدر برضو، هو طبعا مالك انتر ميامي، يعني قدر ان هو يقنع ميسي الفتره اللي فاتت ان هو ينضم للصفوف عنده بعقد مدته تحديدا عامين ينتهي في 2025. فبرضه ده نجاح كبير جدا للجانب ده. على الصعيد الثاني بقى جانب ميسي هنشوف الفتره اللي جايه، بس زي ما قلنا برضه هو مش فارق معاه، يعني هو ما اعتقدش فارق معاه، ولا الناس منتظره منه يعني حاجه ثانيه يضيفها. ولو ما ضافش حاجه مع الدوري الامريكي على فكره ما اعتقدش برضه حد هيزعل قوي من يعني المتابعين. الحسبه الحقيقيه ما حدش يعرفها، هي موجوده فقط في دماغه هو، لأنه هو سايب العالم كله ما بين تكهناته وهيروح الدوري الامريكي ولا هيروح الدوري السعودي. بعد ما الموضوع اتحسب الناس كلها قعدت تقول لك الله، طب بناء على ايه يسيب العرض الخيالي من الجانب السعودي ويروح انتر ميامي اللي تفاصيله زي ما انت بتقولي حتى الدوري الامريكي ككل بكره القدم ما هوش يعني الدوري الاعظم. لكن بالزبط. الحقيقه برضو ما حدش يعرف الحسبه غير صاحبها، هو اكيد شايف ان في مصلحه اكبر بالنسبه له. ناس كتير اتكلمت عن ان كمان لزوجته بطبيعه الحال قول في موضوع ان هم يعني يفضلوا ان هم يعيشوا في نمط الحياه الامريكي، الله اعلم ايه الحكايه. بس في كل الاحوال دي برضو حلاوه وخصوصيه نجوم العالم في كره القدم اللي اي لفته بيلتفتوها العالم كله بيتابعها وبيحضرها. حصل مع كريستيانو في الدوري السعودي، حصل دلوقتي مع ميسي في الدوري الامريكي، واللي هم اعتقد الاثنين ما كانش العالم بيهتم بيهم قوي، يعني ما كناش من افضل الدوريات في العالم، ولكن العالم كله لان عندك نجمين كبار جدا عالميين انضموا ليهم، فالعالم كله فعلا تابعوا زي ما انت بتقول.